وفي الفقرة الاقتصادية، قال بنك الشعب الصيني البنك المركزي يوم الجمعة 2 أغسطس الجاري إن البلاد ستواصل تنفيذ سياساتها النقدية الحكيمة وستحافظ على مرونتها المعتدلة وستجري تعديلات في الوقت المناسب وبطريقة معتدلة في النصف الثاني من هذا العام. وأشار البنك في مؤتمر عبر الفيديو والهاتف إلى أنه سوف يستخدم مجموعة متنوعة من أدوات السياسة النقدية وسيتبنى تعديلات تتصدى لتقلبات الدورات الاقتصادية للحفاظ على السيولة عند مستوى معقول ووافر. وقال البنك إن نمو عرض النقود على نطاق واسع يجب أن يكون متناسبا مع نمو إجمالي الناتج المحلي الإسمي. وفي الوقت نفسه دعا المؤتمر إلى تحسين آلية نقل السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي لمواصلة تحفيز حيوية كيانات السوق الصغيرة. وفيما يتعلق بمنع ونزع فتيل المخاطر المالية الرئيسية، شدد البنك على بذل جهود لمنع المخاطر المالية المنتظمة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للجمهور. كما تعهد البنك بتعزيز الرقابة والسيطرة على الأموال في سوق العقارات والالتزام بمبدأ المنازل للعيش وليست للمضاربة في النصف الثاني من العام الجاري. وقال البنك إنه سيواصل توسيع الوصول إلى الأسواق وتعزيز استخدام الرمنبي عبر الحدود وتسريع تطوير العملة الرقمية القانونية في الصين وتكثيف الحد من مخاطر تمويل الإنترنت.